سمعتهم؟ ها؟ ماكش شي ميتات كثير. شوف الفريقات ديال هاد الموطور. ما عندكش لاسيرونس؟ نعم. وعلاش بغيتي تهرب؟ تشتيني وكثيريتي باش تقول لي ما بغيتش نهرب. ها؟ تهلاي يدي. أشوفك. أشوفك. انت قانوني انت سياسي انت قانوني انت تظهر تخلص المخالفة تخلص المخالفة تخلص هنا ولا شنو سير سير اش كدير بعدا خدام فاش يعني الكنيسيان يلا سير الله يعينك هاكا سولت قول شوية هذيك السرعة باش كنتي جاي ما خداماش انت باقي صغير يلا عمرتي عليه عمرت عليك؟ اه قررت وراك في هذا الموقع مزال انت من قبل انت تلعب معايا عمرتي عليه راه كاين شي من اللي عمرتي واش شريف راه قلت لك وقف في الهيل ما تقولش لي عمرت عليا البوليسي كيعطيك الاشاره خاصك تروم ما عندكش الوراق؟ لا عندي عندك الوراق وعلاش ما بغيتيش توقف؟ عمرتي عليه وخاطيني الكوريطات عندي شي مشاكل غادي تكون حنا قاعدنا المشاكل العالم كامل قاعد المشاكل الله يحسن العون ولكن ما تهربش مالك انت مجرم شفار لا شفار وعلاش بغيتي تهرب؟ لا ما كنتش باغي نهرب راه كاين شي اسطحني قول لي بقيت شغل نهرب وري البيرمي ديالك عندك بيرمي ولا لا؟ عندي عندك؟ ها نشوف بيرمي ورا لاكارت ناسيونال ديالك ما عنديش لاكارت ما عندكش لاكارت فاش خدام؟ لافاج دير لافاج لافاج روتيرا حيد موطور مطرق حيد حيد موطور مطرق اش راه مطرق عندك مخالفة ديال 150 درهم ما عندكش كاسك خويا الشاب الله يرحمك الوالد انا كنعرفك جبت لي السمية بعد ها؟ كيف كتعرفني؟ اه ولد الناس انت ولد الحي؟ اه وعلاش بغيت تهرب كتعرفني وبغيتي تهرب؟ انت اش كاينه العفريت اش غندير معاك؟ ما كاينه حاجه ها؟ ما كنشفر ما كندير والو سير الله عمرك هاد المرة نعيط لك قلت وقف وقف ما تهربش ليا بحال هكا صاحبي خلينا نضاربو مع البراني تا ولد الدربة صاحبي بغا تهرب شد سير الله عمرك سير انا عندي البراج في الليله صاحبي وانا راه غادي نتحرك دابا انا غادي للبراج دابا والله ما عرفتك واش كتسمع ولا لا راه قلت لك انا ديك الوقيته انا غير صليت وانا نعس صافي والله حتى فقت يلاه لبست تبع حوايجي لقيتيني غادي نخرج دابا راه عندي البراج يلا سير الله عاون خويا يلا ملي توصل عيط لي يلا نعم لا هيا بابا انت مالك كتراه لي شنو عنده عرفتي بابا اليوم راه دخل علينا واحد الشفار الخدمه كيفاش دخل علينا واحد الخدمه وقال لي جاب لي داكشي كامل اللي كاين ضربك لا ما ضربني دارك شي حاجه انت لا بابا في لاجونس داكشي ديال لاجونس العقل هذه في وجهه لا كان مغطي وجهه كان كاكولي اه ما شي هادشي ما هاديك الجوج بحال هكا جاو البوليس جاو البوليس وعطاك الطول ديالي صنتو ليكم اه وعاد هادشي كامل وقع وما عيطتيش ليا اه بابا راه دايخه صافي عرفتي في الخلع باقا فيه الان اه
حولك تعطلتي ويلا لقيتيني بغيت نعيط لي سيف قدو قداش وكلو شام قداش هذا طويل قصير لا قصير عندو ديك 21 بحال هكا واخا دابا نوضي ارتاحي دوشي انا غادي نشوف واش نكون صافي انا راني خدام عندي البراج اليوم عندي الليل الصباح ان شاء الله غادي نجي ونفيقك صافي غتمشي للخدمه غدا ما عرفتش والله ها ما عرفتش ولا من الاحسن نكون غير مشيت ارتاحيتي نوض دابا ارتاح غدا لا قديت نمشي وكاد المهم ديالي غنمشي ما قديتش نمشي انا لو كنت سعفتيني كنا جلستي من هاد الخدمه لا بابا ما يمكنش ما عرفتش شنو خاصك والله ما يمكنش سيري سيري بنتي ترتاحي سيري صافي يا بابا تليفون ماشية صافي نسافر لك شي حاجة لا لا صافي انا نخرج شي حاجة لا لا طيب طيب شوية ونقصي من الطاكوس والبيتزا وكلش بداش ولات الحشو ليه؟ هاني مني ما شدك سناني تا صافي حيد الصحبة مني ما شدناش لك والرباح الصحبة وصعب يكون فاقة شمال يكون فيه ذا يكونوا تصرفوا عليه البراج نشوفوا نشوفوا زعما الميكرو بغيتي تهرب عاوتاني علاش ها عندي والو الله يمانع ريح الله ما عندي حاجه ما عندي حاجه ريح والو الله ما كاين حاجه شنو الحشيش اللي كان عندك ثاني الحشيش لا والو شوف راه غنعريك انا والله ما كان والله تغنعري ما كان عندي شي حشيش شي قد تخلف بالله اي ما كان عندي شي حشيش الحلف راه ولف وكاع كنعرفو الحلف اي ما كان عندي شي حشيش والله ما كاين حاجه هادشي غتقول لي اللقب ديالك ما عنديش لقب والله ما عنديش لقب ها ما عنديش لقب غتقول لي اللقب ديالك ولا نسمعوا لك في ودنك نصدمك لا والله ما عنديش لقب عندك اللقب لا والله ما عندي شنو سميت قول لي حمزه حمزه آه. حمزه ضريف كنتي في الجامع دابا لا فين خرجتي من الجامع لا وفيك انت شنو مريح انا حتى دابا يلا شتك انا شتك دابا وهرت وكتكذب شنو جبت لا حبك الشيخ لا حب لا حبك قاعد راسك قاعد عندك قاعد راسك راه كنعرفك مزيان واش كتسوي يلا خرجتي انت على خاطر يلا خرجتي يلا خرجتي قاعد راسك باش نقول لك اللقب والله تنقول لك اللقب ما عنديش لقب الشيخ والله حتى عندك اللقب واش تعدى عليا ولا ما عنديش لقب راه كنخاف الله علاش غنتعدى عليك انا حنا راه بوليس ماشي كنتعداو على عباد الله انت بزناز وغنقول لك اللقب ديالك انت اللقب ديالك هو عنقره واش اللقب ديالك عنقرة ولا لا؟ ها؟ علاش بغيت تسطحني؟ علاش بغيت تسطحني؟
دير بخير. هاد الشاب ما تشوف علينا مرحبا. زيد زيد. هاتي. هاتي شريك طنوبيل. كاين ليه؟ الشاب. هادي كاين. الله يرحم لك هو اللي يجيب بها زوج تبعك. واه انا نمشي عند الدار. يلاه انا نتسنى. انا نمشي عند الدار. الله يخلف على هاد الميكانيك هذا غنقول شويه واش سفير الله يحفظك فيه الله يحفظك انا والبارح راه سدوا عن كراس وقفوا عليه السهب وقف عليه السهب راه هرب شاد الزوز واش انت ما تقاش تلعب لا فرات صغار صاحبي لعب الكبيره صاحبي لا فرات صغار ديال التليفونات هذاك الردمو هادوك علاش دوك راه درهم خطره فوق الطعام باش نهار نطيح تجبد لي الصغار ما جبدش لي لا فرات كبار فرات كبار كنعرف اش ندير لهم راه انت اللي مشيتي معايا افر وحده راك عرفتي كنضرب الفيلات وكنت راه كوزاك راه حاطه هذيك هي كنضرب فيها لا فرات من اس اس راه مر على الفيلج ليا وغادي ديزا وكان راح دراسك راه الوقت راه الا ضربتي واحد الميكانيك هاك ايديه الله لا يحرق فيك سعدم زاب لنا الله وحط رايه فوق بكيت الكارو شي مولا حولي الصا شكرا خويا دايره صافا مزيان بعدا شويه شكرا العين اللي عندك راه كيحجبو بنا صراحه والله ما عرفت كيفاش تربيت الصا شكرا بزاف اخويا والله تستاهل ولا لا شكرا بزاف لهاد الصا عدد سن كما غنكون باقي من جوج مازال ممكن تخلي لنا ناخذ التليفون ديالك ندير شي كافي في العشيه واخا مرحبا كويس مع السلامه انا دابا نخرج مع خوما ثلاثة ونصوني مع ثلاثة تخرجي من الخدمة؟ ان شاء الله صافي واخا انا الحياة يلا تشرفت بمعرفتك الو وي صافا لاباس عليك الحمد لله اللهم لك الحمد أني كنت سنك ويف هافان يال سافا بس عليك تكونكيت دير السافا كشي مزيان لا بس عليك كيبقى انت شويه مزيان تساك قبيله شكرا لا ماشي مشكل هذا هو الصراحه اول مره انا دريه كتسحرنا من عينك
العينين عندك قبلين من زهفة. ها؟ أنا الخدمة ديالي كان كنشتغل في المطر. وانتي كاين شي سبور بعدا ولا والو؟ شوية ضروري مرة. واخا أول مرة غير نتأقلم معاك ولا نزيد نحشم شوية؟ ها؟ اللي بالك. ناخذ راحتي. تشرب. أنا ماليش كنتي في بالي. خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير انا ماليش كنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير ضحكت معاك رجحتي لي ذيك البسمه وانا وياك كثرت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجحتي لي ذيك البسمه يلا عبجالي نخليك دابا احسن من الله الصراحه والله ما سخيت الله يفرح واش ديال الدوش نلوش هذيك الساعه ونهضروا صافي صافي الله عمرتي شي اتاي اوه عرفتي ما شربتوش اليوم النهار كامل هذا هيا عطيني التليفون معك يالله قولي لي اشنو كنتي غتقولي لي برزتي لي مخي صراحة بابا تعرفت على واحد ولد الناس ودوا معايا في المعقول ماما كفا لا دوا معايا في المعقول شنو طلع لي ولا وبابا عمر دويت معاك في هذا الشيء الصراحه دوا معايا في المعقول وبغى يشوفك غدا ويدوا معاك لا وين المعقول اه ولكن هو المعقول غدا ان شاء الله بابا غادي يجي عندنا الدار ونمشي معاه غدا يجي غدا ماشي غدا ما نزلو باش شويه ما كانش واحد شويه اليومين على الاقل غدوا معاه ونتعرف عليه مرحبا يقول لي ناوي المعقول والله بابا انا كون جاني ناوي المعقول قام غادي نجبد معاك هذا الموضوع انا عارفك انا مربيك مزيان وكنثق فيك داكشي اللي كاين بابا والله ما كاين شي حاجه ان شاء الله شنو سميتي والد عبجاجي ان شاء الله ما خدامش معاك لا لا مرحبا الو وي وصلتي انت تا تعرفي خير بابا ها هو طالع عن جاني شكرا فرحانة فين هو قدام انا بابا امشي البيت اجي هنا غنحل عليه لا ما امشي البيت عرفت ايوا سبحان الله العظيم السلام عليكم السلام بسم الله اهلا وسهلا تفضل مرحبا
لاباس عليك دخل ما تحشمش مرحبا بك دارتكم هذه تفضل كي داير بخير هانيا يبارك فيك سواه بجليل تفضل ارتاح خذ راحتك كي داير سي بجليل لاباس عليك هانيا مصطفى سيدي صلى عندي اللهم صل عليك رسول الله انا جيت على سنه الله ورسوله طالب ايد بنتك اه الا قبلتي علينا سي مصطفى مرحبا تشاور مع البنية وتوج معها في الكلام ديك الساعة مرحبا بك كلامك هو الكلام وهي اللي قالت لي راه غايجي واحد السيد راه ناوي الحالات راه غايجي يا بابا انا ناقع منك الخدمة اليوم كاع على ودك اسمح لي مصطفى مرحبا الدنيا ني الدار داركم ايا ايا نعم بابا عطينا اتاي تعطلتي واخا بابا مرحبا سي بجليل الله يبارك فيك سيدي ايوا ندير وقيت وجب الوالدين ديالك مرحبا نشوفوا العائله وحنا جينا بعدا نصفقوا لك الكلام سي مصطفى باش من بعد ديك الساعه على قبلتي علينا نجيبوا والدين مرحبا ما قلتي حتى كلمه لعيبه ولد الناس هادشي اللي كاين سي مصطفى حنا قاعد زدنا في هذه المرحله يا المرحومه مسكينه الله يرحمها ماماها الله يرحمها مسكينه الله يرحمها يا ولا اله الا الله محمد رسول الله ايوا ايه تعطلتي ديك ما جبتي من الدار الفوق بسم الله اقبل لنا سي بجليل مرحبا مرحبا سي مصطفى يا راه يلاه هاد الايام بدات شويه الحداقه ماشي مشكل سي مصطفى وراه نعيش انا وياك في الدار بحال الزواف هي وكان عطيني عفاك هذاك النعناع هيا شنو الدومين ديالك سي بجليل سي مصطفى انا كنبيع وكنشري في المار مزيان زوين التجارة الله يسخر ليك كوميرس على كامل زوين الله يسخر اسمح لي سي مصطفى الا سولتك واحد السؤال بغيت نعرف الخدمة ديالك الدومين ديالي انا عمي بوليسي انا ماريجر الشرطة انا البوليسي تت ياك ما كنخاف من البوليس لا 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 قال لك ما ديرش ما تخافش سي مصطفى داكشي اللي كاين ديرش ما تخافش ممكن كيضرب سبحان الله ما عندو منا شي خاف داكشي اللي كان سي مصطفى خوف من الله سبحانه وتعالى والله ان شاء الله كنتمنوا كلشي يدوز على خير داكشي اللي كاين قبل علينا سي مصطفى داكشي اللي كاين اخويا الله يدوز كلشي بخير وعلى خير دير وقيات وداكشي وجيب الوالدين ديالك داكشي اللي غندير سي مصطفى هذا ما كان المهم غتبر معنا واحد الشويه تحط لينا ايه العشاء تعشى معنا لا نمشي شوف غتخلينا بخاطري تعشى معايا حنا ما يمكنش واحد يدخل عندنا وما ياكلش الله الا سي مصطفى انا بغيت شي نمشي الله الا عرفتي عندي واحد الخدمه ضروري سي مصطفى والله الا داكشي علاش غير سمح لي ومره اخرى نجي نتعشى ايوا ولكن الخدمه ما نديروهاش داكشي علاش سي مصطفى ما عرفتي من الاولين بارك الله فيك الدار عمال عمالو عرفتي زعما كرنا سي مصطفى راه قالت لي اي راه كنيشان والحمد لله قالت لي خاصها الطبيعه الله الا مسكينه راه كتفكر كيفاش جد تهضر معاه قالت لي بابا ما تقدرش مع فلان قلت انا راجع على سنتي بلا والو تسولي حتى انا الا دويتي معاه في الحلال السي مصطفى راه غيقبل حيت انا ملي هضرت معايا قالت لي راه ولد الناس راه ناوي الحلال قلت لها مرحبا شكرا السي مصطفى مرحبا سي مصطفى تشرفنا بمعرفتك والله يخلف بصحتك بصحتك وقت ما بغيتي شي حاجه ولا احتجتيني ولا كانت عندك شي حاجه المهم راه التليفون عيط لي ربي يخليك كنتسنى الخبر انا غادي نستشر مع ايا وكيف ما قلت لك ياك وباش ما كان غنعيط لك انا مرحبا سي مصطفى مرحبا فاش جيتي ياك من وصلك لا لا عندي الموطور جيت بموطور جيتي موطور في هذه البرده صاحبي ولا فين خطيتي انا واحد تحت من الدار دغيا عند السبعه نوصل شكرا معك حتى الباب مرحبا بك الدار داركم جلس شكرا الله عمك مرحبا بك الله عم شان عليك الضوء هيا مين شكون هو هذا علاش بابا هذا عبد الجليل هذا راه شفار وي
ويلا بابا واش منيتك؟ هذاك الموتور اللي اي الله يرضى عليك ما تخلينيش نتعامل معاك شي معامله ديال الزنقه. علاش بابا؟ هذاك شفار. لا بابا والله ما شفار. قولي اللي بغيتي انا كذاب. بابا راه كنت غاتلك لك مع شي واحد واش كاينه موطور واحد. انا اللي شفار باش راه عرفت مهما عيطت عليك وقلت لك هذاك شفار حتى تيقنت منه وانا غادي نتيقن من هادشي وغتعرفي هادشي ها وغدا مع الصباح ان شاء الله سيري تنعسي ما نشوفش الضو شاعلة بي سي التليفون كلشي طفى ويلي ويلي لا لا كيشفر ما يمكنش الضو غادي يتأكد كون غير تغلط لك كاينه موتور واحد زين 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 انت شنو دابا تراك عارف العائله عندكم مصوفيه من الوقت حتى ما واحد مزيان هاك اخو الكريم انت راك عارف واش الصوره قول العيبات هادشي بغيت تمحنوا ليه باش تلي شدك تراك اللي فارع عارف يشدني واش عارفو غيشدني انا تلي شدك اللي فارع عليك الكريم فهمتيني حيت ديال موتيف وكان رشتي البلاك فهمتي شوف انا راه منعت ليه دابا بقاش كنهرب ليه ياك انت راك عارف اسمعني ترى منعت ليه اش كنهرب ليه فين هو دابا فين سير تقلب عليه باش يتبعك ملي تبعك فاري عليه راك عارف انا مشيت للكوميساري تاعك شفت بقى نضحك عليه انت تما كاين حتى الكوميساري وفارع عاد للدار نعاد للدار انفو غنتشد نعاد للدار سير طحك فاري باش نحيد انا من الواجهه كان اصلا دارك حق التليفون اللي شفرت راه شافني شفرت شي صافي سير حيو كارين ها كارين علاش هربتي كارين علاش هربتي ارداوي معاك علاش هربتي عندي الوراق عطيني الوراق عندي الوراق عطيني الوراق جبت لي الوراق عطيني الوراق شنو هو التليفون اللي ديتي جبت التليفون اللي ديتي التليفون فين هو ماشي ديال هاد الكارت غريزي ها شافر هذيك بلاك اشنو شافر شافر التليفون شافر البلاكه صار انا غنحيدوه الكراجه اللي هي من الحجم الكبير سوده اللون
ترقيم ب40 ب40 هاي سمع الباساج راه غير عاف امه من نيفك الميكرو تاعبو هذوك التصاور ديالك سير خليهم في داركم. السلام عليكم. عليكم السلام. هانية؟ الحمد لله. تغديتي؟ تمام. ها؟ ضروري. الله. كيداس نهار؟ مكفس. مالك؟ والله تعرفتي اليوم. واحد الصدمة. مالك؟ شناهي؟ والله إلا الله كيجي من جهتنا وصافي. خفت قلت يطلعوا لك الكراد. لا لا وصافي هذا. هذاك الولد اللي كدويت معاك عليه؟ مالو عاد جالي؟ الله يسمح لي منه، إنما بعد الظن إثم. عرفتي تبعت لواحد اليوم بدا لواحد الضحية التليفون تبعتو شديتو والغالب في الأمر هو أنه نفس الحوايج نفس الموطور سبحان الله العظيم أقسم بالله إلا بحالو وشفتو أنا هذيك النهاريات كنت واحد النهاريات شتو كانوا عطاوني عليه قالوا لي هذاك راه كيشفر واحد الدري كيخدم معايا قال لي هذاك راه شفار وما عرفتش شنو كان عندنا وكنت مديرونجي كان رئيس المنطقة وداك الشيء علاش ما بغيتش نتبعو جبتها الوقت اليوم ماشي هو دابا انا راني تيقنت انه ماشي هو اما في الاول والله العظيم اللي كان كيحسب ليه هو وسبحان الله هو بحاله والله العظيم بالله اوف بس ما راه تطرقنا ايوا دابا ما كان ايوا دابا بابا مين تاكدتي شنو درتي معايا في الموضوع على الدري باقي كيتسناو شي يجيب والديه ولا وصعب باش نقول لك هادشي انتي مرتاحة مع هاد السيد صراحة لقيتي راحتك يا سحليفة كبرتي وصافي بنتي شوفي انتي الوقت اللي بغيتي على الآية وقولي ليهم يجوا انا موجود انا غير قولي غير الوقت اللي غادي يجوا علميني على تيساع باش نوجد دراسة صافي A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night ما فهمتش مالك حتى مشي للدار نتوما واش مالك ما فهمتش انك تقدحك والو عبد الجليل عارف حتى مشي للدار